انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، عالمی شہرت یافتہ برادر عزیز محترم جناب قاری ادریس صاحب آصف سے مجھے امید ہے ناراض تو بہت ہوں گے، پھر ہماری خواہش بھی ہے کوئی سنے بغیر ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الذين يذكرون سبحانك فقنا عذاب النار. ما شاء الله. الذي
فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا الله منادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. احسنت احسنت يا حبيبي. وكفر